كان عامل جذب ليا جدا، بحب اشوف نفسي في عينه. حبيبي الاول والاخير واخبرته برضه. تربيه احمد زاهر. لازم يكون بيحبها ويتقي الله فيها وما يزعلهاش مره واحده في حياته، يعني ده طلبي. بابي ده يعني حبيبي الاول والاخير، يعني حب الاول. تربيه احمد زاهر. فيعني هو انا فعلا واخده منه الحته دي، ان هو دايما بيقول لي ما اوعي تستصغري دورك، مهما كانت الدور قد كده ذاكري كويس جدا عشان انت اللي هتخليه ماليه مركزك، انت اللي هتخليه دور مهم. بيبقى عنده حاجات كده بيطلعها من بين السطور. واخبرته برده عامه انا بحب قوي انقي الدور اللي هيعمل حاجه، اللي مهم، اللي مفيد ليا اللي بعدين، اللي مؤثر في الاحداث حتى لو صغير. الورق لما جالي انا ما ترددتش لحظه. ليه بقى؟ لان انا دايما انا بحب القرايه اصلا قوي، فانا لو قريت كتاب وقريت اول صفحتين ثلاثه فيه وزهقت بعرف ان الكتاب ده مش حلو. الورق بجد انا كان معايا اول 10 حلقات، اول لما جولي الورق هو انا خلصتهم في ساعتين ثلاثه، وده غريب. فكلمتهم قلت لهم يا جماعه انا هموت واعرف ايه اللي هيحصل. فده لوحده كان عامل جذب ليا جدا ان انا اشتغل المسلسل ده. وجودي يعني وسط اساتذه طبعا زي استاذ وائل فهمي عبد الحميد، استاذ احمد صبحي المؤلف، استاذه رشا المنتجه، ولا نجله بدر حبيبه قلبي، هاني عادل خطير ما اشتغلتش معاه قبل كده بس بجد جميل، منى فضالي طبعا، يعني وجودي وسط الناس دي كلها حسسني برضو انه بنعمل عمل حلو. فاهم قصدي؟ هم ثلاث اخوات بنات، علا وايمان ومريم، نجله ومنى وانا. مريم في الاول بتبقى شخصيه مقبله على الحياه، بتحب جدا دراستها، هي خريجه فنون جميله فبتحب الرسم والالوان وكده، عايزه تدرس بره، بس هي انطوائيه شويه، بتخاف، ما بتواجهش قوي، غلبانه. التويست اللي هيحصل بقى في حياتها وفي حياتهم كلهم وبتاع هو ده اللي شدني جدا، لان انا عملت الغلبانه قبل كده كتير، بس التغيير حتى الغلبانه حتى مريم وهي غلبانه بالنسبه لي مختلفه عن اي حد عملته قبل كده. انه الورق بجد ما فيهوش ثانيه ملل، حتى وانت يعني دايما القرايه بتبقى ملل شويه عن لما تتفرج، حتى الورق ما فيهوش ثانيه ملل، فما بالك لما تتفرج 15 حلقه مشدودين جدا ما فيهمش لحظه تاخد نفسك اصلا. سسبنس، احداث 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 احداث، الناس بتحب كده، انا كمتفرجه مثلا عن نفسي بحب كده، ما بحبش اقعد مشهد بقى بياكلوا سندوتش جبنه رومي، ما فيش بط خالص. يعني والله العظيم انت احلى حاجه حصلت لنا في حياتنا بجد، يعني احسن واحن اب في العالم، انا ما شفتش في حنيته وفي طيبه قلبه. يعني بابي، انا بابي صحاب، دي ألس حاجه في الموضوع، احنا صحاب قوي وقريبين جدا، بنحكي مشاكلنا لبعض، بنحكي اسرارنا لبعض، احنا وير بيست فريندز. يعني فانا بحب اشوف نفسي في عينه، هو دايما يقول لي انت جوهره مش اي حد يستاهلك، وانا بقيت مقتنعه بكده، انه انا لازم يوم ما يجي لي حد ويبقى بجد هو ده اللي يستاهلني لازم يبقى فيه من بابي، يعني لازم يبقى بجد محسسني بالامان زي بابي، يبقى بجد واخد باله مني زي بابي، خاف عليا زيه كده يعني.